بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا المقطع راح نناقش الخطوات الأساسية اللي لازم نطبقها حتى نحل المسائل المتعلقة بنظرية انتقال أقصى قدرة. الخطوة رقم واحد، قبل لا نبدي بالخطوات لازم أولا نفهم النظرية، ما هي المقصود بانتقال أقصى قدرة، الشرط اللازم أن يتوفر عندي حتى ينتقل أو تنتقل أقصى قدرة من المصدر إلى الحمل، وبعدها راح ناخذ الخطوات وناخذ مجموعة من الأمثلة حتى أنه نبدي بتطبيق هذه الخطوات والاستيعاب النظرية بشكل كامل. الخطوة رقم واحد، خلي أبدي بالنظرية. نظرية انتقال أقصى قدرة تنص بالشكل التالي، أنه في دوائر الدي سي سيركت، أنه انتقال أقصى قدرة من المصدر إلى الحمل يتحقق متى ما كان مقاومة الحمل تكون مساوية إلى المقاومة الداخلية للمصدر. ونقصد بالمقاومة الداخلية نقصد بها هي المقاومة المنظورة من قبل أطراف الحمل. إذا شرط انتقال أقصى قدرة، هسه مبدئيا شرط انتقال أقصى قدرة من قبل المصدر بالدائرة إلى الحمل يتحقق متى ما كان مقدار قيمة مقاومة الحمل مساوية للمقاومة الداخلية المل للمصدر. هذه المقاومة الداخلية للمصدر ننظر لها من قبل أطراف الحمل. إذا المقاومة المنظورة من قبل طرفي الحمل زين هي نقصد بها تمثل مقدار قيمة المقاومة الداخلية للمصدر. طبعا حتى أوجد المقاومة الداخلية للمصدر لازم أتخلص من المصادر، فبالتالي أولا كل مصادر الطاقة بالدائرة لازم أتخلص من عندها. فإذا كان عندي مصادر فولتية أجعلها شورت سيركت، وإذا كان عندي مصادر تيار أجعلها أوبن سيركت. طبعا هذا الكلام في حالة المصادر المثالية، لكن مثل ما انه ذكرنا خلال الشروحات السابقه المصادر ممكن تكون هي مصادر عمليه، بمعنى انه قد تحتوي على مقاومه داخليه، فبالتالي اذا كان عندي اي مصدر يحتوي على مقاومه داخليه لازم اعوض عنه بمقدار قيمه المقاومه الداخليه لهذا المصدر. اذا خلاصه الكلام، اولا فحوى النظريه هي انه انتقال اقصى قدره من اي من المصدر اللي موجود بالدائره الى الحمل يتحقق متى ما كان مقدار قيمه مقاومه الحمل تساوي المقاومه الداخليه للمصدر. هذه المقاومة الداخلية هي المقاومة المنظورة من قبل أطراف المصدر من قبل أطراف الحمل. زين هذا الكلام إذا طبقه على نظرية فيفنن هو نفس القاعدة لإيجاد مقدار قيمة المقاومة المنظورة من قبل طرفي الحمل. إذا بكلام أدق، نظرية انتقال أقصى قدرة تتحقق متى ما كان مقدار قيمة مقاومة الحمل تساوي مقاومة فيفنن للدائرة. طيب اذا كان عندي دائره وطلب من عندي انه اوجد مقدار قيمه مقاومه الحمل التي تحقق انتقال اقصى قدره، جوابنا انه قيمه مقاومه الحمل اللي تحقق انتقال اقصى قدره يجب ان تكون مساويه الى مقاومه فيفنن. اذا انا لازم احل السؤال وكانه المطلوب من عندي هو ايجاد مقدار قيمه مقاومه فيفنن للدائره بنفس القواعد بنفس الخطوات. طيب هذه واحد. زين خلينا نفترض انه انا عندي هذه الدائره، هذه دائرة ما تحتوي على مجموعة من المقاومات، مجموعة من المصادر، وعندي هذه مقاومة حمل. خلي افترض السؤال هو اوجد مقدار قيمة مقاومة الحمل اللي تحقق انتقال اقصى قدرة. اذا المطلوب من عندي انه انا اولا انه اوجد مكافئ فيفنن لهذه الدائرة عبر طرفي مقاومة الحمل، يعني ارفع هذه المقاومة اوجد مكافئ فيفنن للدائرة عبر الطرفين X و Y. زين احل السؤال وكانه مطلب السؤال هو ايجاد مكافئ فيفنن، وبعدها تتحول هذه الدائره الى هذا المكافئ، انه انا عندي فولتيه فيفنن بالتوالي مع مقاومه فيفنن وارجع مقاومه الحمل. طيب بعد ما اصبحت عندي هذه الدائره، خلي اوجد هسه مقدار قيمه الماكسيمم باور ترانسفر. اذا هسه الشرط اللي ذكرنا انه شرط انتقال اقصى قدره للدائره يتحقق متى ما كان عندي مقدار قيمه مقاومه اللود تساوي لمقاومه فيفنن، هذا شرط انتقال اقصى قدره. طيب خلي اخذ هسه قيمه اقصى قدره هذه الدائره مالتنا بعد ما انه وجدنا مكافئ فيفنن لها، انه انا عندي فولتيه فيفنن، عندي مقاومه بالتوالي، رجعت المقاومه اللي هنا عندي اللي هي مقاومه اللود. فبالتالي هسه اول خطوه عندي انه دائما ما احسب مقدار قيمه قانون إيجاد مقدار قيمة القدرة المستهلكة في المقاومة هي تيار تربيع في مقدار قيمة المقاومة. نقصد بالتيار تربيع هو التيار المار بالمقاومة. طيب هذه هي دائرة توالي، التيار المدفوع من قبل المصدر هو نفس التيار المار بمقاومة اللود. إذا القدرة المستهلكة في مقاومة الحمل تساوي للتيار تربيع
اللي هو الاي اي تربيع في مقدار قيمه الار لود. طيب هذا التيار كيف انه اقدر احسبه؟ يساوي لي الفولتيه الكليه على المقاومه الكليه، بمعنى انه هذا التيار هو نفس التيار الدائره، نفس التيار الكلي، فاعوض عن مقدار قيمه التيار بمقدار قيمه الاي على الار ال زائد الار اس الكل تربيع، فيصير عندي اي تربيع على الار ال زائد الار سورس الكل تربيع في مقدار قيمه الار لود. طيب هسه السؤال، هذه تمثل القدره المستهلكه في الحمل. لو طلبنا من عندك انه اوجد اقصى قيمه للقدره زين في مقاومه اللود، فبالتالي لازم هسه اولا اشتق المعادله هذه، اشتق البي اللي هي القدره نسبه الى مقاومه اللود واساويها بالصفر زين، فبالتالي راح يكون عندي معادله بصمه ومقاومه، اطبق عليها القاعده اللي عندنا ان هي تساوي لي مقدار قيمه المقام في مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقه المقام على المقام تربيع، اساويها بالصفر. هذه المعادله تساوي لي صفر، يعني رياضيا اذا كان عندي بصمه ومقام يساوي صفر فيتحقق متى ما كان عندي مقدار قيمه البسط يساوي صفر، فبالتالي اساوي البسط بالصفر. ارتب المعادله هذه اللي هنا، ادخل مقدار قيمه الاي سكوير وانقل طرف الى الجهه الثانيه، فبالتالي راح يصير عندي انه هذا الطرف اي سكوير في ار سور سكوير ناقص الار لو سكوير يساوي صفر. لا يمكن ان يكون مقدار قيمه المصدر يساوي صفر باعتبار هو مصدر الدائره، اذا هذا الحد المتبقي يساوي صفر، ومن عنده راح يكون عندي شرط انتقال اقصى قدره هو متى ما كان مقدار قيمه الار لو تساوي لي مقاومه ثفنن اللي هي تمثل مقاومه السورس. اذا بعد ما انه حققت الشرط ابدي احسب مقدار قيمه القدره المنتقله حسب هذه القاعده، فنقول ان مقدار قيمه القدره تساوي لنا الاي سكوير في الار لود. شرط انتقال اقصى قدره انه يجب ان يكون عندي مقدار قيمه الار لود تساوي لنا قيمه الار سورس، فبالتالي ار لود زائد الار لود يساوي 2 ار لود الكل تربيع، يعني 4 ار لود تربيع. اختصر الار لود مع الار لود فيصير عندي مقدار قيمه اقصى قدره منتقله للحمل معادلتها هي فولتيه ثفنن اللي هي الاي باعتبار هي تمثل فولتيه ثفنن في الدائره المكافئه على 4 في مقدار قيمة الار لود. طيب خلي هسه نوجز الخطوات، الخطوات اللي نستخدمها في حل المسائل المتعلقة بنظرية انتقال اقصى قدرة هي بالشكل التالي. اولا انه شرط انتقال اقصى قدرة للدائرة يتحقق متى ما كان عندي مقدار قيمة الار لود تساوي لي ار ثفنن، اذا لازم انا شنو اوجد هسه مكافئ ثفنن للدائرة، بحيث انه استخرج مقدار قيمة الفولتية، يعني ارفع الار لود من الدائرة، احسب الفولتيه مالت الاوبن سيركت اللي تمثل فولتيه ثفنن، بعدها اتخلص من مصادر الدائره لايجاد مقدار قيمه المقاومه ثفنن اللي تمثل مقدار قيمه الار لود اللي تحقق لي شرط انتقال اقصى قدره، بعدها انه قانون ايجاد مقدار قيمه البي ماكسيمم يساوي لنا البي ثفنن سكوير على 4 في مقدار قيمه الار ثفنن. طيب لو كنت انا مستخدم نظريه نورتن بالحل، اذا القدرة المنتقلة أو أقصى قدرة منتقلة لللود تساوي لي تيار نورتن تربيع في مقدار مقاومة نورتن على 4، وطبعا مقاومة نورتن هي نفسها مقاومة ثفنن بنفس الأسلوب وبنفس الخطوات. طيب خلي آخذ مثال، السؤال هو أوجد مقدار قيمة مقاومة الآر التي تحقق انتقال أقصى قدرة. إذا إذا انتبه للدائرة اللي هنا أنه أنا عندي دائرة تحتوي فقط على مصادر مستقلة، مصادر غير معتمدة، فبالتالي المطلوب هسه وكأنه أنا أوجد مكافئ ثفنن لهذه الدائرة عبر الطرفين X و Y. فالخطوة رقم واحد أنه أنا أرفع هذه المقاومة وأعوض عنها بأوبن سيركت. طيب إيجاد مكافئ ثفنن للدائرة، أول خطوة أنه الفولتية اللي موجودة عندي اللي هنا اللي مثل فولتية ثفنن هي الفولتية عبر الطرفين هذه النقطة وهذه النقطة، يعني عبر طرفي هذه السلك اللي هو عبارة عن المصدر الفولتية 10 فولت والمقاومة بالتوالي 6، الفولتية على هذا الطرف كله هي تمثل مقدار قيمة فولتية ثفنن. طيب راح استخدم نظرية ماكسويل، افرض هنا اي 1 افرض هنا اي 2، راح اخذ المسار الاول اخذ مجموع الفولتيات اللي هنا حسب قانون يعني نظرية ماكسويل، فراح يكون عندي انه اي 1 كم مقاومة عندي 4، اذا 4 اي 1 ناقص 4 اي 2 باعتبار مشترك مع المسار الثاني تساوي لي 12 باعتبار هي تمثل مقدار قيمة الفولتية اللي موجودة عندي ضمن هذا المسار وقطبيتها بنفس اتجاه الحركة مالتنا. هذه المعادلة الاولى. اكتب المعادلة الثانية انه انا عندي 4 زائد 2 زائد 6
هذه راح يكون عندي 12 I2 ناقص 4 I1 تساوي سالب 10، هي تمثل مقدار قيمة المعادلة الثانية للمسار الثاني. ذولي معادلتين، عندي معادلتين بمجهولين I1 و I2، أحلهم راح أستخرج مقدار قيمة I1 يساوي 3.25 أمبير، وعدي قيمة I2 0.25 أمبير. طيب بعد ما حصلت مقدار قيمة I2 أحتاج أنه أحسب الفولتية على هذا الطرف. الفولتية اللي هنا باعتبار التيار جاي يتحرك هالشكل، إذا حسب ما ذكرنا بالقواعد السابقة أنه دائما الفولتية على المقاومة بعكس اتجاه التيار المار خلالها، إذا راح تكون الفولتية مالتنا هي عبارة عن 10 زائد 6 في مقدار قيمة I2، هذا الفولتية على الطرف كله، وهي نفسها قطبية الفولتية الثفنن. فبالتالي إذا أحسب الفولتية اللي هنا على الطرفين هذول كلهم راح تكون هي بالشكل التالي، إنه مقدار قيمة الفولتية الثفنن تساوي لي مقدار 10، هذه هنا باعتبار هالشكل، هذا الفولتية قطبيتها لأن اتجاه الحركة مالتنا بهذا الشكل، ناقص مقدار قيمة الستة في مقدار قيمة I2 باعتبار إنه التيار مالتي. فبالتالي حصلت على مقدار قيمة فولتية الثفنن. طبعا انتبه على الإشارة اللي هنا، باعتبار هنا عندنا هذه الكلام، هذه الإشارة لازم تكون زائد، السبب لأن احنا اتجاه التيار مالتي، يعني هنا هذه اكو خطأ، هذه لازم تكون زائد. السبب اتجاه التيار، إذا تنتبه للأسفل قطبية الفولتية على المقاومة أو هبوط الجهد على المقاومة لازم يكون معاكس اتجاه التيار المار خلال، فيكون للأعلى. فبالتالي إذا الفولتية مالتي راح تكون 10 زائد الفولتية على المقاومة اللي هي 6 في مقدار قيمة I2 اللي هو 0.25، فبالتالي راح يكون عندي 11.5، هي تمثل مقدار قيمة فولتية الثفنن للدائرة. طيب احتاج شنو احسب هسه بعد؟ المقاومة الثفنن، المقاومة المنظورة ما بين هذا الطرفين. زين اتخلص من المصادر، عندي هذا المصدر شورت وعندي هذا المصدر شورت باعتبار اثنين مصادر فولتية. هذا الشورت عبر طرفي هذه المقاومة راح يلغيها، راح يخلي لي المقاومة الاثنين بالتوازي مع المقاومة 6، اذا الفولتية مقاومة الثفنن راح تكون هي 2 في 6 على 2 زائد 6 يصير عندي 1.5. حصلت على مقاومة الثفنن، حصلت على فولتية الثفنن، إذا الدائرة المكافئة راح تكون هي بالشكل التالي، فولتية الثفنن 11.5 بالتوالي مع المقاومة 1.5، وأرجع المقاومة مالت اللود اللي هي R load. طيب شرط انتقال أقصى قدرة، يجب أن تكون عندي مقدار قيمة R load تساوي لقيمة R الثفنن، فبالتالي لازم تكون 1.5. ومقدار قيمة أقصى قدرة أحسبها هي عبارة عن فولتية الثفنن تربيع على 4 في مقدار قيمة الار لود، وتساوي 11.5 تربيع على 4 في 1.5 وتساوي 22.04 واط. طيب خلي هذا السؤال راح اخلي لكم اياه واجب، انه اوجد مقدار قيمة ار لود التي تحقق انتقال اقصى قدرة بالدائرة. طبعا انتبه هسه للدائرة، طبعا لازم شنو هسه هنا ابدي بحساب مكافئ الثفنن ما بين النقطتين اي وبي بعد ما ارفع الار لود. انتبه هنا انه انا عندي هذه شنو مصدر فولتية معتمد قيمته في اكس، الفي اكس هي الفولتية الموجودة على الاربعة اوم. هذه اللي هنا هذا السؤال ينحل حسب نظرية الثفنن اللي هي الحالة رقم 3، لان احنا ذكرنا انه الدائرة مالتنا اما تحتوي فقط على مصادر مستقلة، او تحتوي فقط على مصادر معتمدة، او تحتوي على مصادر مستقلة ومعتمدة. فتراجع الحالة رقم 3 لكيفية ايجاد مكافئ الثفنن للدائرة في حال وجود مصادر معتمدة ومصادر مستقلة، ولازم تعرف كيفية ايجاد مكافئ الثفنن لهذه الحالة زين، وكيفية ايجاد مقدار قيمة الار ثفنن المنظورة ما بين الاي والبي، وكيفية حساب مقدار قيمة البي ثفنن حتى بدلالتها تقدر تستخرج مقدار قيمة الدائرة المكافئة. بعد ما تستخرج الدائرة المكافئة او مكافئ ثفنن لهذه الدائرة، ترجع الار لود، شرط انتقال اقصى قدرة يجب ان يكون عندي مقدار قيمة الار لود مساوي الى مقدار قيمة الار ثفنن، وتطبق القاعدة انه مقدار قيمة البي ماكس تساوي لي فولتية ثفنن تربيع على 4 في مقدار قيمة الار لود.